أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، أو صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا. موضوعنا اليوم يهم النساء بالدرجة الأولى، وكل من له قريبة تعاني من هذه المشكلة. وسبب هذا الموضوع هو أن إحدى قريباتي تتعرض هذه الأيام لما يسمى بالهبات الحرارية، وهو ما يرافق انقطاع الطمث أي الحيض، أو ما يعرف بقرب انقطاع الدورة الشهرية عند النساء. تعد الهبات الحرارية أو الهبات الساخنة أكثرها شيوعا في هذه المرحلة العمرية، إذ تشعر المرأة بالحرارة في جسدها، خاصة في منطقة الوجه والعنق والصدر، مع احمرار الجلد مما يتسبب في العرق بغزارة نتيجة للتغيرات الهرمونية، والتي تمر بها النساء حتى تتوقف الدورة الشهرية عند المرأة. يختلف عدد مرات حدوث الهبات الساخنة من امرأة لأخرى، وعادة تتراوح ما بين مرة أو مرتين يومية، والتي تمتد لمدة قد تصل لساعة واحدة. أيضا يختلف عدد مرات حدوث الهبات الساخنة بين السيدات، ويمكن أن تتراوح من بضع مرات في الأسبوع إلى عدة مرات في الساعة الواحدة. وأيضا هي تتزامن مع بعض الأعراض المزعجة، وتتمثل في شعور مفاجئ بالدفء أو الحرارة الشديدة في الجزء العلوي من الجسم والوجه، وظهور البقع الحمراء على الجلد، وأيضا تسارع ضربات القلب وتصبب العرق بغزارة، وفجأة تكون أيضا الشعور بالبرودة المفاجئة. المهم أن هذه القريبة استخدمت الكثير من الأدوية، وجربنا معها أدوية جلبت لها من دول أوروبية ولم تفدها أيضا، لكنها قرأت أن من فوائد الفجل أنه علاج فعال للهبات الحرارية عند النساء، فجربت أكل الفجل واستفادت بالفعل من الفجل. الفجل الذي أمامكم في الصورة، الذي ترونه أمامكم في الصورة، وأيضا أحيانا تستخدم الفجل الأبيض، لكن يبدو أن الفجل الأحمر أكثر فائدة. هي تأكله يوميا مع الغداء، وارتاحت جدا من مشاكل الهبات الحرارية المزعجة. أحببت أن أنقل لكم هذه التجربة، وتذكروا مقولتي التي أرددها دائما، أن أصدق الوصفات هي التي تكون عن تجربة شخصية. أخيرا، إن أعجبكم الفيديو سجلوا إعجابكم والاشتراك والمشاركة، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.